يوم الأحد 29/12/2019 اضراب عنك دوام قطع شوارع نزول في النجف الأشرف باعوا أبطال الثورة ورغم هذا يعني ناشط مدني أمس من الديوانية بعد ما صعدوا شباب الثورة تم إطلاق صراحة اعتقلوا مطار النجف ناشط مدني من الديوانة بعد وقفة من شباب الثورة أهل الأبطال أهل النجف وتضامنا ويا أخوتهم أهل الديوانية وباع الأبطال وهاي أبطال الثورة هاي الصبح هسه حاليا مباشر من النجف أشرف يوم الأحد 29/12/2019 اضراب عنك دوام قطع شوارع نزول في النجف الأشرف باعوا أبطال الثورة ورغم هذا يعني ناشط مدني أمس من الديوانية بعد ما صعدوا شباب الثورة تم إطلاق صراحة اعتقلوا مطار النجف ناشط مدني من الديوانة بعد وقفة من شباب الثورة أهل الأبطال أهل النجف وتضامنا ويا أخوتهم أهل الديوانية وباع الأبطال وهاي أبطال الثورة هاي الصبح هسه حاليا مباشر من النجف أشرف يوم الأحد 29/12/2019 اضراب عنك دوام قطع شوارع نزول في النجف الأشرف باعوا أبطال الثورة ورغم هذا يعني ناشط مدني أمس من الديوانية بعد ما صعدوا شباب الثورة تم إطلاق صراحة اعتقلوا مطار النجف ناشط مدني من الديوانة بعد وقفة من شباب الثورة أهل الأبطال أهل النجف وتضامنا ويا أخوتهم أهل الديوانية وباع الأبطال وهاي أبطال الثورة هاي الصبح هسه حاليا مباشر من النجف أشرف يوم الأحد 29/12/2019 اضراب عنك دوام قطع شوارع نزول في النجف الأشرف باعوا أبطال الثورة ورغم هذا يعني ناشط مدني أمس من الديوانية بعد ما صعدوا شباب الثورة تم إطلاق صراحة اعتقلوا مطار النجف ناشط مدني من الديوانة بعد وقفة من شباب الثورة أهل الأبطال أهل النجف وتضامنا ويا أخوتهم أهل الديوانية وباع الأبطال وهاي أبطال الثورة هاي الصبح هسه حاليا مباشر من النجف أشرف يوم الأحد 29/12/2019 اضراب عنك دوام قطع شوارع نزول في النجف الأشرف باعوا أبطال الثورة ورغم هذا يعني ناشط مدني أمس من الديوانية بعد ما صعدوا شباب الثورة تم إطلاق صراحة اعتقلوا مطار النجف ناشط مدني من الديوانة بعد وقفة من شباب الثورة أهل الأبطال أهل النجف وتضامنا ويا أخوتهم أهل الديوانية وباع الأبطال وهاي أبطال الثورة هاي الصبح هسه حاليا مباشر من النجف أشرف يوم الأحد